ليش اديتوهم ليش رضوهم بدل الولد؟ ليش موتوا اهلهم؟ ليش سجنتوهم؟ ليش بتحبوا بشار الاسد؟ بشار الاسد واحد ما بيفهم. بشار الاسد قتل كل اولاد يلي بسوريا. بشار الاسد قتل كل امهات. بشار الاسد سجن كل اللي في سوريا. بشار الاسد واحد بلا عقل بلا مخ. بشار الاسد بكى الاولاد الصغار والكبار وزعل الامهات. وبشار الاسد هو يلي بيضل بيزيد شغلات وشغلات على سوريا وبيموت كل اولاد سوريا. بصراحة أنا زعلانة عليه كتير كتير. مشان هيك إن بشار الأسد بيضل يطل عليه. بشار الأسد بينتقم منه مع إن هو إن ما عملوا له شيء لبشار الأسد. بس بشار الأسد هو بلا مخ وبلا عقل. فهمت علي؟ بشار الأسد موت كل أولاده والأمهات والأبات. ترك الأولاد لحالهم وحيدين. بشار الأسد واحد حقير. بشار الأسد ما بيفهم. مثلا مين الأولاد الصغار اللي ما عندهم أمهات وقتلهم؟ بشار الأسد هو اللي قتل كل الأولاد وقتل كل الأمهات وقتل كل الأولاد. بشار الأسد هو اللي خلاهم يموتوا. بشار الأسد إنه خلاهم فقيرين وما يكونوا زنجيلي.
كانوا مبسوطين بحياتهم وثلاثة زعلانين بس انه بثلاثة رزت عليهم هيك شغلات ويقول عليهم انهم محتالين مشان هيك زعلانين لو ما هيك كانوا ضلوا فرحانين بس بشار الاسد واحد حقير ما بيفهم فهمتوا علي وهذا الكل ولا بشار الاسد بشار الاسد بيضل واحد عقير وبلا فهم فهمت علي بشار الاسد قتل كل الامهات وحطهم في السجن كمان لحتى يموتوا ما طعمون الفرح ولا شيء ما خلاهم ياكلوا ولا يدقوا طعمة اكل ولا يشوفوا لمة اكل ضلوا ياكلوا قدامهم لحتى ماتوا من الجوع فهمت علي بشار الاسد واحد عقير وما بيفهم ليش قتلتوا ولاد سوريا ليش هجرتوهم ليش لعدوهم بدل الولد ليش موتوا اهله ليش سجنتوهم ليش بتحبوا بشار الاسد بشار الاسد واحد ما بيفهم بشار الاسد قتل كل الولاد في مرفأ حيفا أكثر ما يعرف مرفأ بيروت مش مسؤوليته مرفأ بيروت بس مسؤوليته مرفأ حيفا هذه أنا لا أعرف حماه حتى الآن هذه كذبة كبيرة نحن لا ندير المرفأ ولا نسيطر على المرفأ ولا نتحكم بالمرفأ ولا نتدخل في المرفأ ولا نعرف ماذا كان يجري في المرفأ وما هو موجود في المرفأ ممكن يعرف بمرفأ حيفا أكثر ما يعرف مرفأ بيروت مش مسؤوليته مرفأ بيروت بس مسؤوليته مرفأ حيفا هذه كذبة كبيرة هي كذبة كبيرة ولم يكن هنالك في سوريا سرايا الدفاع ولم أكن في يوم من الأيام قائدا لسرايا الدفاع أنا لا أعرف حماه حتى الآن هذه كذبة كبيرة نحن لا ندير المرفأ ولا نسيطر على المرفأ ولا نتحكم بالمرفأ ولا نتدخل في المرفأ ولا نعرف ماذا كان يجري في المرفأ وما هو موجود في المرفأ ممكن يعرف بمرفأ حيفا أكثر ما يعرف مرفأ بيروت مش مسؤوليته مرفأ بيروت بس مسؤوليته مرفأ حيفا هذه كذبة كبيرة هي كذبة كبيرة ولم يكن هنالك في سوريا سرايا الدفاع ولم أكن في يوم من الأيام قائدا لسرايا الدفاع أنا لا أعرف حماه حتى الآن هذه كذبة كبيرة نحن لا ندير المرفأ ولا نسيطر على المرفأ ولا نتحكم بالمرفأ ولا نتدخل في المرفأ ولا نعرف ماذا كان يجري في المرفأ وما هو موجود في المرفأ ممكن يعرف بمرفأ حيفا أكثر ما يعرف مرفأ بيروت مش مسؤوليته مرفأ بيروت بس مسؤوليته مرفأ حيفا هذه كذبة كبيرة هي كذبة كبيرة ولم يكن هنالك في سوريا سرايا الدفاع ولم أكن في يوم من الأيام قائدا لسرايا الدفاع أنا لا أعرف حماه حتى الآن هذه كذبة كبيرة نحن لا ندير المرفأ ولا نسيطر على المرفأ ولا نتحكم بالمرفأ ولا نتدخل في المرفأ ولا نعرف ماذا كان يجري في المرفأ وما هو موجود في المرفأ ممكن يعرف بمرفأ حيفا أكثر ما يعرف مرفأ بيروت مش مسؤوليته مرفأ بيروت بس مسؤوليته مرفأ حيفا هذه كذبة كبيرة هي كذبة كبيرة ولم يكن هنالك في سوريا سرايا الدفاع ولم أكن في يوم من الأيام قائدا لسرايا الدفاع أنا لا أعرف حماه حتى الآن هذه كذبة كبيرة نحن لا ندير المرفأ ولا نسيطر على المرفأ ولا نتحكم بالمرفأ ولا نتدخل في المرفأ ولا نعرف ماذا كان يجري في المرفأ وما هو موجود في المرفأ ممكن يعرف بمرفأ حيفا أكثر ما يعرف مرفأ بيروت مش مسؤوليته مرفأ بيروت بس مسؤوليته مرفأ حيفا هذه كذبة كبيرة ليش قتلتوا ولاد سوريا ليش هجرتوهم ليش لعدوهم بدل
ولا نعرف ماذا كان يجري. موتوا أهله، ليش سجنتوهم؟ ليش بتحبوا بشار الأسد؟ بشار الأسد واحد ما بيفهم. بشار الأسد قتل كل أولاد يلي بسوريا. بشار الأسد قتل كل أمهات. بشار الأسد سجن كل يلي بسوريا. بشار الأسد واحد بلع بلا مخ. بشار الأسد بكى والأولاد الصغار والكبار وزعل الأمهات. وبشار الأسد هو يلي بيضل بيزيد شغلات وشغلات على سوريا وبيموت كل أولاد سوريا. بصراحة أنا زعلان عليه كتير مشان هيك إن بشار الأسد بيضل يقتل عليهم. بشار الأسد بينتقم منهم عنه، هن ما عملوا له شيء لبشار الأسد، بس بشار الأسد هو بلا مخ وبلا عقل. فهمت علي؟ بشار الأسد موت كل أولاده والأمهات والأبات، ترك الأولاد لحالهم وحيدين. بشار الأسد واحد حقير. بشار الأسد ما بيفهم مثلا مين الأولاد الصغار اللي ما عندهم أمهات وقتل. بشار الأسد هو اللي قتل كل الأولاد وقتل كل الأمهات وقتل كل الأولاد. بشار الأسد هو يلي خلاهم يموتوا. بشار الأسد إنه خلاهم فقيرين وما يكونوا زنجيلي، كانوا مبسوطين بحياتهم بس هلا صاروا زعلانين بس لأنه بشار الأسد رزت عليهم هيك شغلات ويقول عليهم إنهم محتالين. مشان هيك زعلانين، لو ما هيك كانوا ضلوا فرحانين. بس بشار الأسد واحد حقير وما بيفهم. فهمت علي؟ وهذا الكل ولا بشار الأسد بيضل واحد عقير وبلا فهم. فهمت علي؟ بشار الأسد قتل كل الأمهات وحطهم في السجن كمان لحتى يموتوا، ما طعمون الفرح ولا شيء، ما خلاهم يأكلوا ولا يدوقوا طعمة أكل ولا يشوفوا لمة أكل. ضلوا ياكلوا قدامهم لحتى ماتوا من الجوع. فهمتوا علي؟ بشار الأسد واحد عقير وما بيفهم. ليش قتلتوا أولاد سوريا؟ ليش هجرتوهم؟ ليش لعدوهم بدل الولد؟ ليش موتوا أهله؟ ليش سجنتوهم؟ ليش بتحبوا بشار الأسد؟ بشار الأسد واحد ما بيفهم. بشار الأسد قتل كل الأولاد يلي بسوريا. أيها الأحرار السوريون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية في هذه الأمسية. أعتذر لحضراتكم عن التأخير لأسباب تقنية ولأسباب متعلقة بالأنترنت والاتصالات. حقيقة اليوم كما سمعتم هذه الطفلة التي تتحدث وتعبر عن معظم أطفال سوريا، عن معظم الأشياء. تعبر عن آلام وأحزان الآباء والأمهات وجميع أفراد الشعب السوري للأسف، لكن لا أحد قد أسمعت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. الوضع مؤسف حقيقة، لا أعرف ماذا سأقول لكم، فقد اعذروني لأنني أحاول أن أجد لكم المواضيع على الصوت. هناك صدى للصوت.
اعذريني، لم يعد للمشهد بقية، فقد انتهت كل فصول المسرحية. ما هو الموضوع وما هي القضية لهذه الليلة؟ هل هناك محاور عدة علينا أن نتحدث بها، ولكن علي الاختصار قدر الإمكان بسبب التأخر. هذه المواضيع تتلخص أمام حضراتكم كما هو آت. طبعا أهم المحاور لهذه الليلة هي بيان إدانة صدر عن التحالف العربي الديمقراطي ضد ممارسات تنظيم قسد الإرهابي المتطرف القادم من جبال ومغاور قنديل التركية. قصد تعتقل أكثر حوالي 30 شخصا من قرية الحويجة في منطقة دير الزور. وكذلك موضوع آخر، أمريكا التحالف وقصد يجتمعان بمجلس عشائر البوكمال، والائتلاف الوطني يوجه رسالة للإدارة الأمريكية حول اتفاقية النفط مع تنظيم قصد. طبعا هناك كان في عدة مواضيع، ومن أهم هذه المواضيع وهو القانون رقم 7 الذي صدر عن التنظيم الإرهابي المسمى بسوريا الديمقراطي سوريا الديمقراطية، ولكن ربما اليوم لن نستطيع أن نتطرق له في غمرة هذه الأحداث وهذه المواضيع التي نتحدث بها مع حضراتكم اليوم. طبعا الموضوع الأول وهو حملة اعتقالات. طبعا تذكرون أن تنظيم قسد الإرهابي المتطرف متهم من قبل العشائر، وخاصة العشائر العقيدات، بقتل زعيم العشيرة، وبعض زعماء العشائر تعرضوا لانتهاكات على يد هذا التنظيم الإرهابي المتطرف الوافد لدينا، والذي يحتل أجزاء واسعة من المحافظات العربية السورية الواقع شرق وشمال البلاد. هذه العشائر وجهت إنذارا لهذا التنظيم الإرهابي المتطرف لتسليم قاتل المشايخ، وخرجت مظاهرات. طبعا هذا التنظيم قام بالرد على منطق البعث وعلى منطق الفاشي وعلى منطق المحتل وعلى منطق الغزاة وعلى منطق الهمج، قام باعتقال وقتل هؤلاء الأشخاص والمحتجين والمتظاهرين ضد هذا التنظيم الإرهابي. طبعا هو أعلن في 29 شهر إلقاء القبض على شخص تحدثنا عنه بالأمس على مبدأ أبو عدس التابع لتنظيم بشار الأسد، على أنه هو القاتل، وأن بشار الأسد هو الذي قام بقتل هذا الشخص. بالتالي على مسرحية أبو عدس تعلمونها. الآن ما زال هذا التنظيم يقوم بقمع، وقام بنشر العديد من الحواجز في المناطق التي يحتلها. طبعا تحدث عن قصد والتنظيم الإرهابي الأكبر البي واي دي والبككة، كل هؤلاء التنظيم سوريا الديمقراطية هو المجلس الأعلى لهذه التنظيمات الإرهابية، وهو الإرهابي الكبير في سوريا. وللأسف بعض الأشخاص من يحسبون علينا يقومون الآن بمبادرات ومحاولة التفاوض مع هذا التنظيم الإرهابي الذي أعلنها صريحة. يعني بالأمس يسألني أحدهم، يا أخي لماذا لا تدعو للتعايش؟ يا حبيبي أنا أدعو للتعايش، ولكن الطرف الآخر لا يريد أن يتعايش معي. يا صديقي، أحلى شباب وأحلى عالم منتم، بس فهموني شوي خيو، الجماعة ما بدي يعيشوا معهم. بتروح بتحكي معهم بتقول لهم يا عمي تعال نعيش، تعال نعمل بلد مع بعض، تعال نبني، اللي عنده كفاءة يتفضل. هو بقول لك لا، أنا سوريا الديمقراطية، أنا كردستان الغربي،
أنا كردستان ما له علاقة بسوريا، هو لا يريد التعايش معك، هو يعني هناك تنظيم ديمقراطي لديه ميليشيات وعصابات وأسلحة، يعني هذا التنظيم يدعي الديمقراطية ولديه جيش يقوم بإبادة. اليوم نتحدث عن 30 بينهم شيوخ وأطفال قام باعتقالهم من أبناء بلدة الحويجات، أو أعتقد نتيجة الاحتجاجات التي اندلعت قبل أيام ضد هذه الميليشيا. يعني حسب صحيفة فرات بوست في فيسبوك يوم اليوم السبت قالت بأن تنظيم قصد الإرهاب المتطرف احتجز حوالي 30 مدنيا بينهم طفلان أخوان هما عمر وعمران إبراهيم إسماعيل السالم وثلاث شيوخ كبار السن وثلاث شيوخ كبار في السن وهم خليل إبراهيم السالم وإسماعيل إبراهيم السالم ومداح العبد الله، يعني بيت السالم جميعهم من بيت السالم، كما نشرت أسماء بقية المعتقلين وهم خالد عبد الرحمن السعود وفرحان. يعني هذا التنظيم الإرهابي الوقح المنحط عديم الفهم وعديم القيم وعديم الأخلاق، هذا التنظيم المنفلت من قيم الأخلاق ومن قيم العدالة ومن قيم حرية الإنسان ومن قيم الحسن الجوار، هذه الفئة الباغية التي عطس الشيطان في أنوفها فظنت أنها على شيء وما هي كذلك وما هم على شيء، هم مجرد إرهابيين محتلين جاءوا للسيطرة على بلادنا، هم جاءوا من كهوف وجبال ومغاور جبال قنديل وعليهم أن يعودوا إلى جبال قنديل. أتحدث عن تنظيم سوريا الديمقراطية، سوريا الديمقراطية، لا أتحدث عن الأكراد وليس لي شأن بالأكراد، هناك تنظيم إرهابي متطرف سواء BYD بكاكا سوريا الديمقراطية، مهما بدلوا جلودهم وغيروا ألوانهم وغيروا أسماءهم فالأصل واحد، تنظيم إرهابي متطرف يقوم بالاعتداء والتطاول على أبناء العشائر وعلى أبناء المنطقة ويحاول فرض منهجهم. يعني حتى في موضوع آخر، هذا التنظيم الإرهابي المتطرف يقوم بفصل مدرسين، يقوم بفصل المدرسين العرب من 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 مدارسهم ومن أماكنهم ومن مناطقهم. لماذا؟ لأنهم لم يذهبوا إلى التجنيد. يعني هذا التنظيم التافه، هذا التنظيم المنحط عديمي النسب، يفصلون المدرسين لماذا؟ لأنهم لا يخدمون جيش عندهم، هم يطالبون كل شخص من مواليد 1990 الذهاب إلى الخدمة الإلزامية أو الاحتياط وليقاتل عن تنظيم قصد ليبني لقصد دولة لما يسمونها غرب كردستان كذبا وروس أفا، يريدون روس أفا، يريدون المدرسين العرب أن يتركوا مدارسهم ويذهبوا إلى الانضمام إلى عصابات البشمركة الإرهابية المتطرفة التي لم ارتكبت كل الموبقات. طبعا البشمركة تابعة البشمركة تابعة للمجلس الوطني. أنا لا أؤمن بشخص يتحدث مع سوريا الديمقراطية ويتحدث مع هذا التنظيم المسمى BKK، لا أؤمن بشخص يدعي الوطنية ويدعم هذا التنظيم ويتحاور مع هذا التنظيم. تقول لي أمريكا تتحاور معهم، أنا لست معنيا بهذا الموضوع، أنا أمامي وقائع وأحداث، وهذا التنظيم يريد محي الذكر العربي من هذه المنطقة بالكلية، هذا التنظيم يريد إبادة العرب في تلك المنطقة وهو فعل أكثر من 52 قرية، وليس كلامي الآن، ادخل على جوجل واكتب انتهاكات تنظيم قصد الإرهاب المتطرف في تلك المنطقة وستجد التقارير الحقوقية. يعني من أراد أن بالأمس يرسل لي أحدهم، لو أنا أريكم الآن الرسالة التي توصلني من الشتائم، أنا لا أعني هؤلاء الأوباش، وكل شخص يتطاول علينا سيحاسب بالقانون. على كل حال هذا التنظيم يقوم باعتقال المشايخ والأطفال ولا يرعى لا إما ولا ذمة لهؤلاء الأشخاص، وهو ليس من حقه وليس سلطة سورية وليس له أي اعتراف. يعني حتى في موضوع آخر، هناك مثلا بيان، الموضوع الآخر الذي يريد أن أتحدث معه، بيان إدانة أصدره التحالف العربي الديمقراطي ضد ممارسات تنظيم قصد الإرهابي. يعني ما لفتني في هذا البيان موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو هذا البيان أعرضه أمام حضراتكم.
حتى يكون الصورة واضحة أمام حضراتكم. أوكي. يعني اللافت في هذا الموضوع وهو الأمر التالي، يعني عندما مثلا استهل التحالف العربي، لاحظوا هذا المعنى وهذا الكلام في غاية الأهمية وعلينا أن نتوقف عنده بعناية شديدة. استهل التحالف العربي الديمقراطي في الجزيرة والفرات العربية، المفروض يكتب في الجزيرة العربية، التحالف العربي الديمقراطي في الجزيرة والفرات العربية السورية، يجب أن يكملوا لأننا أصبحوا يتحدثون عن روث أبا وعن ما يسمونها بتلك الأسماء الغريبة التي لم يكن لها أصل في هذا في هذه المنطقة. المفروض أن نتحدث عن الجزيرة الفراتية العربية أو الجزيرة السورية والفرات العربي السوري ومنطقة الفرات العربية بشكل عام على الضفتين سواء في العراق وفي سوريا. إذن استهل التحالف العربي الديمقراطي في الجزيرة والفرات بيانه بعبارة تحية إكبار وإعزاز واعتزاز بانتفاضة العرب ضد العنصرية والقمع، تحية إكبار واعتزاز بانتفاضة العرب ضد العنصرية والقمع، في إشارة إلى أن الحراك القائم ضد تنظيم قسد الإرهابي في الريف الشرقي والذي يعتبر بمثابة انتفاضة ضد ما تقوم به الأخيرة من ممارسات وعنصرية وقمعية بحسب البيان. وأكد البيان على مقاومة أهالي المحافظات. يا قسد، يا سوريا الديمقراطية، يا أحمد الجربة، تتفاوض الآن مع قسد وتجتمع مع الأمريكان والأمريكان يباركون. انظر ماذا قال أبناء العشائر وأنت أقرب منهم، أقرب إليهم مني. أكد البيان على مقاومة أهالي المحافظات الثلاث الواقعة تحت سيطرة تنظيم قسد الإرهابي، رفض الانتهاكات التي مورست بحقهم، وحذرهم في الوقت عيني من استغلال أي طرف لحراكهم وشددة على أن استمرار الضغط على ملايين العرب في المحافظات الثلاث سيحدث زلزالا. انتظر يا قصد، يا صالح مسلم، يا أنتو يا بشمرقة، زلزالا. العشائر تقول لك سيحدث زلزالا هذا الضغط، والضغط دائما يولد الانفجار. والأسف الشديد اليوم أقرأ بأن جبهة ما يسمونها بجبهة السلام التي أحد أعضائها أحمد الجربة يصدر بيانا على شكرتهم في المندوبة الأمريكية على تعاونهم وتفاهمهم لأنهم يديرون الحوار. يا جماعة، يعني الحوار بين من ومن؟ بين قصد والبي كي كي البكاكا والبي واي دي وسوريا الديمقراطية، كلها يشلي، والمجلس الوطني وهي جبهة الحرية والسلام. طيب إلى أين سنصل؟ سنصل باعتراف هذه الأطراف كلها على أن هناك ما يسمى بالإدارة الكردية وليس الإدارة الذاتية، بأن هناك أقليم كردي في سوريا، وأن من حق هذا التنظيم الإرهابي المتطرف أن يقوم باعتقال أبناء المدرسين من أبناء المنطقة. واليوم أصدر القانون رقم 7 لحماية الغائبين من أجل نهب حماية وإدارة أملاك الغائبين، من أجل نهب والاستيلاء على أموال العرب الذين هربوا من هناك، وهو يتحدث أصلا بهذا القانون لا قانون، لأن الذي كتبه يعني عبارة عن دب معبط بنطلون، يعني دب لابس بدلة، لأنه ما العلاقة هذا بالقانون؟ لأن أول كلمة نسألها كما سألنا أمريكا. يعني أنا اليوم بإئتلاف أوجه رسالة سأتحدث عنها لاحقا، نحن نسأل الذي يدعي أنه كتب هذا القانون. أنا بعرف القانون بيطلع مرسوم ومجلس الشعب بيطلع، يعني السؤال ما هي الصفة التشريعية التي يتمتع بها جماعة قنديل الذين يحتلون سوريا، يحتلون المحافظات الشمالية في سوريا؟ سؤال قانوني يا أخي. تقول لي أنا أكره هذه الفئة، أنا لا أكره أحد، ولكن هذه الفئة جاءت لتحتل بيوتنا وتقتل أهلنا وتشرد أهلنا، هل تريد مني أن أفرش لهم الورود؟ بالتأكيد لا. طيب ما هي الصفة القانونية؟ أنا سألت حقيقة الأستاذ هيثم المالح هذا السؤال، قال لي صفة السلاح أو قوة السلاح، يعني هؤلاء مثل حزب الله الإرهابي المتطرف بقوة السلاح، يعني
أنا أسأل أي حقوق على وجه الأرض، أي رجل قانون في على وجه الأرض في الكرة الأرضية كلها، أسأل ترامب ومجلس الشيوخ ومجلس والكونغرس وكل المؤسسات الحقوقية والدارسين والباحثين في مجال القانون والعلاقات الدولية والحقوقية، ما هي الصفة القانونية لتنظيم جماعة قنديل التي تحتل سوريا والمسمى بسوريا الديمقراطية BYD سابقا؟ ما هي الصفة القانونية؟ وأي مجلس في العالم يصدر قانون؟ يعني حتى لو كان حزب، سأفترض أنه حزب، أضعف الإيمان سأقول عنه حزب، هل الحزب يصدر قانون؟ هل هو رئيس جمهورية مثلا؟ هل هو مجلس شعب؟ يعني هذا يكفي هذا ليكون هذا القانون ساقط. ثم يتحدثون عن الذين تم سحب جنسياتهم أو منعهم من الحصول على الجنسية بعام 1962، وهذا كذب وكذب وكذب وكذب، لم يمنع أحد من الجنسية. الحكومة السورية في تلك الفترة في عام 1962 ووزارة الداخلية تحديدا منحت هؤلاء الأشخاص شهرين من أجل إحضار وثائق، لأنه تعرف أنت قبل كانوا هربانين من تمرد الشيخ سعيد أو ثورة الشيخ سعيد اللي بدكم إياها سموه، هربانين من تركيا وإجوا على سوريا واستقبلتهم فرنسا وعملتهم هاي المباني، وما أحضروا معهم أوراق تثبت أو ما لهم أي أوراق تثبت وجودهم في سوريا. بإحصاء 1962 بفترة 1960 إلى 62 عملوا سوريا إحصاء، يقول هؤلاء الأكراد أن القادمين من تركيا إلى سوريا اللي استقبلتهم فرنسا والآن بدهم دولة عندنا، يقول الناس أنه منع من الجنسية، وهذا كذب. أعطوه شهرين، هذه جماعة، هذه الوثائق، هذا التاريخ، هذا الأرشيف، هذه الحقائق كلها موجودة. شهرين لم يستطيعوا إحضار أي وثيقة تثبت على وجودهم في سوريا، شهران أعطيوا مهلة لإحضار وثائقهم. الأمر الآخر، هناك بعض الأشخاص الذين يدعون اليوم بأنهم لم منعوا من الجنسية أو المحرومين من الجنسية أو تم سحب الجنسية، كذب هذا. هؤلاء الأشخاص لم يسجلوا بالجنسية السورية لأنهم كانوا جايين من تركيا، والبعض الآخر حتى لا يذهب إلى خدمة الجيش، البعض الآخر وهذه شيوخ العشائر والناس كانت تعيش في تلك الفترة، هؤلاء لم يسجلوا أبنائهم حتى لا يذهبوا إلى الجيش والخدمة العسكرية في الجيش العربي السوري، هني ما سجلوا أبنائهم، الآن يحملون فشلهم وغباءهم، والناس اللي جت من تركيا لم تستطع إحضار وثائق وعطوهم شهرين، الحكومة منحتهم شهرين، يا ناس هاي الوثائق، هذا الأرشيف، هاي وزارة الداخلية الأرشيف، وعم نحكي على بشار الأسد بالستينات قبل البعث وقبل وقبل الحافظ وقبل كل هالعالم، بالستينات عطوان وزارة الداخلية شهرين، والآن تنظيم داعش تنظيم قصد الإرهابي عم يصدر قانون يتحدث عن هؤلاء الأشخاص على أساس أنه هو رئيس جمهورية أو مجلس شعب أو المفوض من مجلس حقوق من مجلس الأمن أنه يدير. يعني هذا القانون ساقط، وبعدين ما بيحدد لك. على كل حال سيكون لنا تفصيل أكثر غدا سنتحدث عن هذا القانون بالتفصيل، وسنذكر آراء الشارحين من الحقوقيين. يعني أنا لست حقوقيا، أنا صحيح درست المنازعات التجارية الدولية والتحكيم التجاري الدولي في مجال المنازعات الدولية وليس القانون هذا، بالتالي نحن سنطلع على عندنا عدة آراء لمحامين، وربما نستضيف أحد المحامين هنا في البث المباشر ليشرح لنا هذه الفقرة اليوم لن نتحدث عنها لأننا تأخرنا في الوقت. طبعا الأمر الآخر الذي أريد التحدث فيه على هذا الموضوع، هذا أحمد الجربة يظهر أمامكم في الصورة والكلام لبلدي النيوز، أصدرت جبهة السلام والحرية أمس الخميس أمس الأول تصريحا حول مضمون لقاء وفد منها مع ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في شمال شرق سوريا زهرة بيل ومساعدتها إيميلي برانديت، وتضم الجبهة أربع كيانات سورية معارضة. لاحظوا، كيانات سورية معارضة. أنا لست معارضا ولا معترف بنظام بشار الأسد بحياتي كلها، لا بشار الأسد ولا بحافظ الأسد، أنا لست معارضا، أنا ثائرا. والمعارضة أيها السادة أيها الأحبة، يا أحلى عالم، في واحد اللي يستخدم هيك عبارات، فأنا بدي استخدم عبارة أحلى عالم. المعارضة تقوم بعمل سياسي، المعارضة عمل سياسي تقوم بها فئة سياسية مثلا معينة أو حزب
أو تيار أو نقابي أو مجموعة من المثقفين، مجموعة من الناس تقوم بمعارضة نظام، أو حتى مجموعة في مجلس الشعب يمكن أن تعارض النظام من داخل مجلس الشعب، الأكثرية تشكل حكومي، الأقلية تعارض هذه الحكومة وتنافسها، هذه المعارضة. نحن هل نحن نعارض بشار الأسد أم نحن ثورة على بشار الأسد؟ بالتالي هذه الفئات المسمى ما يسمى بالمجلس الوطني الكردي، ولاحظوا هذه التسمية وتوقفوا عندها أيها الناس، المجلس الوطني الكردي، المجلس الوطني الكردي، إذن هو يفترض أن هناك وطن كردي في سوريا، المجلس الوطني الكردي في سوريا، ما في سوريا ليست وطن لا كردي ولا تركماني ولا سوريا، وطن الجميع، سوريا اسمها الجمهورية العربية السورية وليس مجلس وطني كردي، وحتى لو كان عضو بالائتلاف وحتى لو كان داخل بالائتلاف ما في شيء اسمه الوطن الكردي في سوريا، المجلس الوطني الكردي في مواطن سوري، في وطني سوري، في سوري فقط، سوري أنت سوري كردي، أنت سوري أولا وكردي ثانيا، ما حدا منعك. أما تعمل مجلس وطني كردي، لا ما في مجلس وطني كردي في سوريا، في سوريا في المجلس الوطني السوري، أما المجلس الوطني حتى اسمه المجلس الوطني السوري ولم يقولوا المجلس العربي الوطني العربي السوري. ها أنتم تصرون على أن تكونوا مميزين، وهذا ردي على الأشخاص الذين يقولون لماذا لا ندعو للحوار. انظروا، هذا الشخص أسس مجلس وطني كردي، والائتلاف الوطني كله اسمه الائتلاف الوطني السوري وليس الائتلاف الوطني العربي السوري. ها أما هم الوطني الكردي، غرب كردستان، روست أبا، كوباني، غيروا الأسماء، كل أسماء الأحزاب تبعهم بأسماء غريبة وعجيبة، ويريدون طمس أي معالم للعرب وأثار العرب في تلك المنطقة. المهم في هذا الموضوع أن هذه المنظمات الأربعة وهي معارضة كما ذكرنا لكم، المجلس المدعو الوطني الكردي، والمنظمة الآثورية الديمقراطية، والمجلس العربي للجزيرة والفرات الذي يهم. لاحظوا أن المجلس العربي للجزيرة والفرات هو الذي كنا نتحدث عنه قبل قليل، هو الذي هدد تنظيم قصد بزلزال، هددوا يعني هذا كلام زلزال، يعني هل يحتاج تفسير معنى كلمة زلزال؟ وهو المجلس العربي وصغر كبير هو موجود معه كيف بيتحاور معه، وتيار أحمد الجربة المسمى بالغد الغد السوري، وحتى شوفوا أحمد الجربة اللي هو أكبر صديق له ماشي مسمي تياره تيار الغد السوري، يعني ما سماه التيار العربي مثلا أو تيار العشائر، يعني سماه تيار وبتعرفوا شو علاقته فيهم ماشي. تيار الغد السوري أما هم الكردي 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 كردستان غرب كله كردي كردي كردي، وبقول لك احنا دي سوريا الديمقراطيه، وعندهم ما بعرف الان عم يحجزوا العالم ويقتلوا العالم، وعندهم جيوش، يعني حزب سوريا الديمقراطيه لديه جيوش، لديه حزب الله اكبر، وهذا لن يكون ابدا. قالت الجبهه في تصريح عقد لقاء وفد، المهم ليس المهم، نقل عن الجانب الامريكي قوله ان الولايات المتحده الامريكيه تعمل من اجل توحيد كافه اطياف المعارضه السوريه، المعارضه، ونحن نقول نحن ثوره ولسنا معارضه، وان رعايتنا للمفاوضات الكرديه الكرديه تندرج ضمن هذا الاطار، ونشكر موقف الجبهه الداعمه، الجبهه مين؟ يعني احمد جربه والاسوريين الداعمين للتوافق بين مين؟ بين المجلس الوطني الوطني الكردي ومين وقصد وبي واي دي والبكك وكل هذه وجماعه قنديل، يعني يريدون التوافق. طبعا ما ساتوافق انا وجماعه قنديل، طيب عظيم، سلم سلاحك والجماعه قنديل بيرجعوا على قنديل وبترجع الامور مثل ما كانت وبتلغى الاداره الذاتيه، وبنقعد نحكي، بنقعد على طاوله مستديره يا سيدي، نقعد على طاوله مستديره، بس ما في سلاح، ما في بشمرقه، ما في اسايش، ما في هذا البي واي دي بكك، هذا كل هذا الكلام بتلغيه، ماشي وقتيك، انا مستعد للحوار، اما انا بدي حاورك تحت عنوان سوريا الديمقراطيه لا، غرب كردستان لا، روج افا لا، اداره ذاتيه لا، قوه مهما كان لديك من السلاح لا تستطيع الغاء 20 مليون، ماشي ابناء العشائر، هذا الان اللي شاركوا معك الان جماعة الجزيرة العربية والفرات العربي يهددونك بزلزال، يعني بالأمس عندما قتلتم رئيس العشائر كادوا يطيحون بكم، يعني والآن أمريكا، الآن أمريكا في الموضوع الآخر، أمريكا قامت باستضافة، أمريكا قامت ب أمريكا قامت ب الموضوع الآخر تحالف وقصد هذا الموضوع دير زور العشائر، دير زور
قام التحالف الامريكي التحالف الدولي لمحاربه داعش يعني وتنظيم قسد الارهاب المتطرف بالاجتماع بهذه العشائر. طبعا هن مثل العادي كل ما صار عليهم ضغط وكل ما عرفوا انه هن اقليه وممكن ينطردوا بيلجؤوا الى امريكا وبيذهبوا الى امريكا. طبعا امريكا تريد تهدئه الامور، ذهبوا الى امريكا وبكوا لامريكا وتوسلوا لامريكا من اجل ان تحميهم من غضب القبائل، وهذا دليل اخر على انهم ليس لهم اي ارضيه في تلك المنطقه رغم كل القتل ورغم كل الذبح ورغم كل التهجير ورغم كل ما فعلوا في تلك المنطقه، انه هن بالنتيجه ما لهم اي سلطه او اي إمكانية للبقاء في البلاد العربية السورية. بالتالي على هذا التنظيم وعلى داعمي هذا التنظيم والذين يؤيدون هذا التنظيم حتى في أوروبا يا جماعة، في أوروبا في ألمانيا في عالم تدعم هذا التنظيم أكثر وتؤمن بأفكاره أكثر منه نفسه، أكثر من التنظيم نفسه أو عناصر التنظيم أنفسهم. بالتالي الاتفاق هذا، ونسأل أحمد الجربة ونسأل بقية هذه الأطراف، أنت على ماذا ستتفق أنت هؤلاء الأشخاص؟ يعني تتفق أنه في بالأخير يعني الاتفاق بين هذه الكلمات، يعني يا جماعة اليوم أصدروا قانون، يعني هذا التنظيم وصلت فيه الوقاحة والجرأة أن يصدر قانون ونصب نفسه فوق رئيس الجمهورية، يعني نصب نفسه فوق رئيس الجمهورية وفوق مجلس الشعب وفوق السلطة. يعني هذا على مبدأ نزار قباني، أيها الناس قد أصبحت سلطانا عليكم، أيها الناس لقد أصبحت سلطانا عليكم، هذا مبدأهم. يعني كيف تصدر قانون؟ على كل حال سيكون لنا حديث مفصل في ما يسمى بالقانون. أنا بدي أعتذر من حضراتكم اليوم لأنه كنت متعبا ولدي صداع شديد وحصل في التقنية هنا بعض الشيء، لذلك تأخرت عليكم ولن أطيل أكثر. نسأل بس نعود إلى هذا الموضوع ونسأل هذه الجهات، هل ستقبلون التفاوض والتوحد مع هذه الفئة التي لديها سلاح ولديها جيش، ومن ضمن شروطها لأي تفاوض الاعتراف بما يسمى بسوريا بالبيوايدي أو البككة أو هذه تنظيم قصد كجيش مستقل؟ أحد شروطها هذا حطونا على الطاولة، تعترف بنا كجيش مستقل. ربما الأطراف الأخرى تلاعبهم سياسة وتقول سنحضر البشمركة، وكان هناك موافقة على إحضار البشمركة من العراق، البشمركة اللي تابعة للمجلس الوطني الكردي ما يسمى الوطني الكردي، يعني حتى يضربون ببعض مثل ما صار البرزاني والطالباني. وطبعا هنا يعني ما في شيء بيربطهم، يعني الأكراد بيقولوا لهم إن إحنا قومي، هن بيعرفوا إنه هن ما عندهم لا قومي وما في شيء، ما في أي علاقة بتربطهم، يعني ما في قرابة مثلا عشيرة فلان وعشيرة وكلهم بالأخير ينتمون إلى جنس، لا هن بيعرفوا هذا الكلام. بالتالي يعني شفتوا البرزاني وطالباني شو عملوا بنفسهم، وحتى سعروا بصدام حسين ضد بعضهم، وهذول نفس العملية. بالتالي نحن نقول كلام واضح لأحمد الجربة والجماعة التي اللي مع أحمد الجربة، نحن لا نقبل بأي تحت أي ظرف من الظروف وأي شكل من الأشكال، وحتى لو كانت أمريكا وحتى لو العالم كله، لا نقبل بقيام إقليم عرقي في سوريا. أي إقليم عرقي؟ كردي، تركماني، عربي، ما في سوريا فقط، سوريا ولا شيء آخر. ما في بشمركة في سوريا، ما في جيش خارج الجيش السوري، الجيش الذي سيتم تأسيسه لاحقا غير المؤسسة العسكرية وليس الجيش، المؤسسة العسكرية السورية. ما في حزب الله في سوريا، ما في روجأفة في سوريا، ما في غرب كردستان في سوريا. أنا هذا الكلام وجه لك أحمد الجربة لأنه أنت بجوز أنت كبيرهم ولديك داعمين ومؤيدين دوليين، لن أخوض بحديث معك، ولكن أنت موجود بهذا، وأنت على الأقل نستطيع أن نوجه لك. بالتالي نحن نقول نحن مع التعايش ومع الوحدة الوطنية وتحت راية الجمهورية العربية السورية الحرة، الجمهورية العربية السورية الحرة. تقول لي لماذا العربية السورية؟ لأنه العرب 85 من 80 ل 85% من سكان الشعب، ومن الخطأ والإجحاف والغباء والوقاحة أن تعتبر 85% من السكان مكون و1% أو 0% أو 7% مكون، هذا غباء بالسياسة وغباء حتى بالرياضيات. 85 يساوي 10 مثلا،
حتى النظرية الرياضيات خطأ في النظرية في المعادلة، خطأ في المعادلة. 85 لا تساوي 7% اللي هن الأكراد، لا، 85% العرب لا يساوي 7% اللي هن أكراد ولا غير الأكراد. بالتالي هذا الكلام مرفوض. نحن دعاة للتعايش، نحن دعاة للسلام، نحن دعاة للمحبة، ولكن التعايش ليس تحت ظل سلاحكم. ليس أن تأتي وتقول أنا سورية ديمقراطية ولديك جيش ولديك سلاح ومدرعات وتعتقل الناس وتقتل رؤساء العشائر وتنهب البلاد وتعقد اتفاقات مع الولايات المتحدة. طبعا اليوم في موضوع آخر، الائتلاف الوطني أخيرا استجاب ربما لنداءاتنا ومناشداتنا. ما بعرف سمعنا الدكتور أحمد، الدكتور نصر الحريري إذا سمع كلامنا أو مهني أكبر من أنه يسمعوا كلامنا، ما بعرف. على كل حال مشكورين على هذه المبادرة، أنه أخيرا وجهوا رسالة للائتلاف. وأنا كنت أسأل الدكتور يعني أخوه صديقه، وأنا التقيت في ورده في عمان، الدكتور نجيب الغضبان. أنا وجهت له رسالة باعتبار أنه هو رئيس سفير الائتلاف في أمريكا. أنا وجهت له رسالة أنه بس ابعت رسالة، يا أخي كلمتين، ابعت رسالة للكونغرس ومجلس الشيوخ وحتى المشرعين، اسألهم ما هي الصفة القانونية، ما هو الوضع القانوني لهذا التنظيم الإرهابي المتطرف القادم اللي هو سوري أصلا، المسمى بسوريا الديمقراطية، حتى تقوم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، أقوى حكومة على وجه الأرض، بتوقيع اتفاق مع هذا. يعني أنتم سألنا، عندما سألناكم ذات يوم ما هو وضعهم، قلتم متعاقدين محليين. أنتم قلتوا الوضع القانوني لهؤلاء الأشخاص هم متعاقدين، هم حتى مش حلفاء أصلا. عيب أمريكا تقولون هذول حلفاء أمريكا، لأن أمريكا تحالف دولي. أمريكا بتحالف الصين، أمريكا بتحالف تركيا، أمريكا بتحالف فرنسا، أمريكا بتحالف دولة، بتحالف روسيا. هذه الدول الند لأمريكا. يعني أمريكا تحالف دول، تحالف وليس أي دول، يعني تحالف دول كبيرة ودول عظمى. أما تحالف يعني ليس له أي توصيف. أنا برجع بسأل السيد الغضبان، لماذا لا توجه رسالة بشكل مباشر؟ يعني اسألهم ما هي القيمة القانونية، ونحن نقول لكم سنذهب إلى التحكيم الدولي وسنلغي كل هذه العقود، لأن هذول ليسوا حكومي أصلا وليس لهم أي صفة قانونية، وهم حتى ليسوا سوريين، ومعظم لا يمتلك الهوية السورية. حتى ما يسمى بالجنرال خاصتهم لديه ثلاث أسماء ما حد يعرف اسمه، ماشي، وربما شهادة ميلاد ما معه. طبعا هو جنرال بس ما معه شهادة ابتدائية، بس كل شيء بيصير بقوة السلاح، ماشي. بالتالي نحن مع السلام، نحن دعاة سلام، نحن دعاة محبة، نحن دعاة مع تعايش، نحن نرحب بالجميع، ولكن لا نقبل أن يفرض علينا أحد، ولا نقبل أن يقول لنا روس أفا وكوباني وهذا الكلام السخيف وتحت ظلال السيوف. وهذا الكلام، هذا الكلام مرفوض قولا وثقافة وممارسة. أنا بدي أعتذر من حضراتكم اليوم، تأخرت عليكم في البث، وكان يعني لدي ظرف معين. على كل حال غدا سنتحدث في موضوع المرسوم الذي أصدره تنظيم قصد، تنظيم المرسوم الذي أصدره تنظيم قصد الإرهابي، تنظيم قصد الإرهابي حول إدارة أملاك الغائبين، وسنعرض لكم آراء الحقوقيين في هذا الموضوع بشكل مفصل. أنا كنت أود اليوم، هذا سبب التأخير اليوم، يعني ارتبكت قليلا بالإعداد. يعني أنا الآن عم أشتغل معد ومحاور ومقدم والمخرج والإضاءة والكاميرامان وكل هذه الأشياء التقنية والإنترنت، مسؤول عن كل هذه الأمور كشخص بمفردي. يعني هذا صعب، يعني لاحظ أوقات أتوقف عن الحديث لأنني أريد أن أظهر لكم موضوع، وأنا حاولت استخدام هذه التقنية ولم أعتمد على، حتى الآن أرى أن الكاميرا متوقفة بعض الشيء لنعيد تشغيل. يعني لا، مثل هذه الأمور عليك أصور، أنا أتحدث وعلي أن أتابع كل هذه التفاصيل. يعني المفروض يكون في أكثر من شاشة وأكثر من شخص على كل حال، وأنا فضلت أن أعرض بهذه التقنية ولا أجلس خلف الكاميرا وأتحدث. أريدكم أن تكونوا شركاء في صناعة هذا الحدث، أو شركاء لتفهموا عن ماذا نتحدث. يعني عندما نتحدث عن تقرير أو مقال أو مقطع، يعني نظهر لكم الحديث والمقطع والفيديو لتقرأوا، لتعيشوا هذا الحدث
معنا. بالتالي أنا أشكركم جزيل الشكر على أمل اللقاء بكم غدا في موضوع اليوم نحن نتحدث في من برلين. برنامجنا اليوم اسمه من برلين، برنامج سياسي اجتماعي. غدا سنتحور برنامج اجتماعي يناقش القضايا المحلية، غدا سنتحدث في برلين وهو برنامج حواري سياسي، ربما نستضيف أحد الحقوقيين للحديث في هذا، وسنعرض لكم آراء الحقوقيين والمثقفين حتى أكراد. سأعرض لكم مقالا، سأعرض لكم تحليلا حقوقيا لكاتب يقول بأنه أحد الأحزاب الكردية، وسأعطيكم له بالصوت والصورة كيف انتقد وسخر وتف أو بصق في وجوه هؤلاء الأشخاص. ويعني أقل شيء لا يمكن الحديث عن هذا الشيء ووصفه بأنه قانون، لأنه صادر عن جهة غير شرعية مجهولة النسب، عدمي النسب، يعني من هي هذه الجهة. أنا أشكر حضراتكم جزيل الشكر، على أمل اللقاء بكم يوم غد. تقبلوا تحيات محدثكم أخوكم العبد الله ميسر بكور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ليش أتتوا ولا تسويا ليش أتتوا وليش لعدوهم بدل الولد؟ ليش موتوا أهله؟ ليش سجنتوهم؟ ليش بتحبوا بشار الأسد؟ بشار الأسد واحد ما بيفهم. بشار الأسد أتى كل أولاد يلي بسوريا. بشار الأسد قتل كل أمهات. بشار الأسد سجن كل يلي بسوريا. بشار الأسد واحد بلا عقل بلا مخ. بشار الأسد بكى الأولاد الصغار والكبار وزعل الأمهات. وبشار الأسد هو يلي بضل بزد شغلات وشغلات على سوريا وبيموت كل ولاد سوريا. بصراحة أنا زعلانة عليه وشيء كتير كتير، مشان هيك إن بشار الأسد بيضل يطل عليه. بشار الأسد بينتقم منه مع إن هو إن ما عملوا له شيء لبشار الأسد، بس بشار الأسد هو بلا مخ وبلا عقل. فهمت علي؟ بشار الأسد موت كل أولاد والأمهات والأبات، ترك الأولاد لحالهم وحيدين. بشار الأسد واحد حقير. بشار الأسد ما بيفهم مثلا مين الأولاد الصغار اللي ما عندهم أمهات وقتلهم. بشار الأسد هو اللي قتل كل الأولاد وقتل كل الأمهات وقتل كل هي كذبة كبيرة، ولم يكن هنالك في سوريا سرايا الدفاع، ولم أكن في يوم من الأيام قائدا لسرايا الدفاع. أنا لا أعرف حما حتى الآن. هذه كذبة كبيرة. نحن لا ندير المرفا ولا نسيطر على المرفا ولا نتحكم بالمرفا ولا نتدخل في المرفا ولا نعرف ماذا كان يجري في المرفا وما هو موجود في المرفا. ممكن يعرف بمرفا حيفا أكثر ما يعرف مرفا بيروت، مش مسؤوليته مرفا بيروت بس. ماذا كان يجري في المرفا وما هو موجود في المرفا؟ ممكن يعرف بمرفا حيفا أكثر ما يعرف مرفا بيروت، مش مسؤوليته مرفا بيروت بس مسؤوليته مرفا حيفا. هذه كذبة كبيرة. هي كذبة كبيرة، ولم يكن هنالك في سوريا سرايا الدفاع، ولم أكن في يوم من الأيام قائدا لسرايا الدفاع. أنا لا أعرف حما حتى الآن. هذه كذبة كبيرة. نحن لا ندير المرفأ ولا نسيطر.